إن عملية إنزال حقيقي ففي غضون أيام قليلة كان أكثر من 1100 جزائري من وصول إلى العديد من الشواطئ الإسبانية منذ مغادرتهم الولايات الساحلية الجزائرية بما في ذلك مستغانم عين تيموشنت ووهران. وصل حوالي 1100 مهاجر غير شرعي في الأيام الأخيرة إلى موتريل وألميريا وقرطاجة وأليكانت وجزر البليار. وكان المتخصص والمراقب فرانسيسكو خوسيه كليمانتي وهو عضو ناشط في منظمة غير حكومية إسبانية متخصصة في استقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا على متن قوارب مؤقتة هو الذي كشف هذا الرقم. وبحسب هذا المصدر وصل أكثر من 800 مهاجر جزائري غير شرعي إلى ألميريا وشواطئها وحدها خلال الأيام الأربعة الأخيرة من شهر يونيو، وتم اعتراض 600 منهم من قبل الحرس المدني الإسباني وهرب الباقون من السلطات الإسبانية. ووفقا للناشط الإسباني نفسه الذي يعتبر أحد أكثر المصادر موثوقة لمراقبة تدفقات الهجرة غير الشرعية في إسبانيا، فإن العديد من النساء والأطفال من بين هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين. ولكن أمام هذه الموجات تحدث المآسي، فلقد حدث للتو دراما مروعة بالقرب من الساحل الإسباني أين تحطم قارب يحمل ما لا يقل من 17 حراق جزائري. وفي الوقت الحالي تم العثور على 3 جثث فقط، ولا يزال المهاجرون الجزائريون 14 في عدد المفقودين. يعود غرق قاربهم إلى 4 يونيو، وعلى صفحته على الفيسبوك فرانسيسكو خوسيه كليمانتي العضو الناشط في منظمة غير حكومية إسبانية متخصصة في استقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا على متن قوارب الموت. يعود فرانسيسكو خوسي أحد أهم المهتمين بالهجرة الغير الشرعية إلى إسبانيا، وقد كتب على تويتر الذي يغطي من خلاله غالبية القوارب في بحر ديلمار البوران من خلال إصدار التنبيهات ونشر المعلومات. ويعمل فرانسيسكو خوسي كليمانتي بشكل رئيسي مع المركز الدولي تحديد الذي يقع في مالاغا بناء على هوية المهاجرين المختفين طلب العائلات والمنظمات والمؤسسات الأخرى. وتهتم هذه المنظمة غير الحكومية بالبحث عن المفقودين وأقاربهم والتعرف عليهم. وبحسب هذا المصدر فإن القارب الجزائري الذي تحطم في 30 يونيو كان يحاول الوصول إلى سواحل جنوب إسبانيا من شاطئ ولاية مستغانم الواقعة في غرب البلاد والمعروفة بكونها من أكثر نقاط الانطلاقة شعبية بالنسبة للحراقة الجزائرية. وبحسبه ما زالت الأبحاث مستمرة للتأكد من احتمال غرق قارب جزائري آخر. مآساة أخرى تخاطر بحداد العديد من العائلات التي فقدت أطفالها أو أقاربها، ويعد صيف 2021 هذا بأن يكون دراماتيكيا بشكل خاص في الجزائر، لأن الرغبة في الفرار من البلاد لم تكن أقوى من هذه المرحلة. كما لقي ما لا يقل عن 11 جزائري آخر حتفهم في حادثة غرق سفينة أخرى قبالة البحر الأبيض المتوسط بعد محاولتهم العبور غير مؤكدة على أمل الوصول إلى الساحل الإسباني يوم الثلاثاء 6 يونيو. وتحطم قارب الحراقة قبل ساحل شرشال في ولاية بازا في 1 يوليو. وأكد في هذا الموضوع المتخصص والمراقب للهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط السيد فرانسيسكو خوسيه كليمانتي. وبحسب نفس المصدر لمست الحراقة للأسف النجاة من حطام هذه السفينة، وبدأ العثور على جثثهم على الشواطئ الجزائرية بولاية تيبازا. الحراقة الجزائرية لسوء الحظ في المقدمة، وإذا مات البعض يتم إنقاذ البعض الآخر بعجوبة من قبل خبر السواحل الإسباني، كما كان الحال يوم أمس 5 يوليو خلال تدخل أنقذ حياة ما لا يقل عن 17 جزائري من الحراقة تم رصدهم قبالة جزر البليار. وقد استعاد خبر السواحل الإسباني هؤلاء. كل هذا يعني أن تدفق الحراقة الجزائريين على السواحل الإسبانية يتم بشكل يومي ومنتظم ومكثف بشكل متزايد، فينجح البعض في العبور ويموت آخرون تاركين وراءهم أحلاما محطمة.